تعالى يا زملكاوي. صباح الفل. اسمك كريم ايه؟ عمرو. عارف الحاج اللي عندك في البيت؟ ابويا. ماله؟ عارف الراجل ده؟ اه عارف. ابوه مش حد صاحب البيت؟ اه بيجي البيت اللي انت قاعد فيه. بيجي عندنا. ايوه الراجل ده عارفه؟ لو طلع تاجر مخدرات هتعمل معاه ايه؟ هشتري منه. ده يبقى زي الفل. ده زي ده صاحي نايم باستباحه صباح للصبح. اشتغل معاه مش هعمل له حاجه، هو حر. يا الله تعمل عليه. هتعمل معاه؟ هتفاجئ طبعا. يا اكيد تفاجئ. بس أو احتمال يعني لو الشرطه تعمل لي مكافاه ابلغ عنه. على ابو اللي جابك يا ابن الكلب يا واطي. انا عايز مكافاه كام مثلا وتبلغ عنه؟ يعني لو تقدرني في حكايه شقه بس وابلغ عنه على طول. اه مش عايزين اكتر من كده. اه طبعا اشتري منه طبعا، بدل ما اجيب من بره اجيب من ابويا. انت برنس يا دمين، اقسم بالله انت تعنتيت زمان. اول حاجه اجرب الصوم. اجرب الصوم. لا تمام معاك. حاجه هعمل دعايه كمان واخلي اصحابي يشتري منه. لا 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 مش هعمل كده طبعا. مش في الكلام، ماليش في الكلام. عشان هو ابوك قدام ابوك ولا عشان هو؟ طبعا عشان خاطر قدام ابويا. ما ينفع، ده ممنوع. ابوك تاجر مخدرات عادي، انا اشرب من ورا لكن مش قدام. ما تفتكر عامل معايا ايه؟ انت كده تفكر. هو اللي اختار يعني. تنزل توزع له مثلا تاجر معاه في الصنف. لا. يصبح عليك باستباحه. لا ما تطلع بمصلحه ايه يا محمد ولا ما عادي، هو يراضينا يراضيني. نظريه فلوس حرام. ولا حاجه خالص. هتسيبه كده؟ ما انا انصحه بس مش هعمل حاجه. اعمل ايه؟ مش هقدر اعمل حاجه. تاخد منه جوبايه استباحه يمكن. جد انت شغال. طب وانت تعمل ايه لو الحاج طلع؟ مش هعمل ايه، هقتله. تقتل ابوك؟ اه طبعا. مش هعمل اي حاجه. اه هو حر، هو دنيته كده. اه هو نسيبه كده. هقول لك انا اعمل معاه ايه. هبلغ عنه بس كده. انا راجل بحب بلدي، ما ينفعش ان انا ادور شباب البلد. حتى لو كان مين، لو كان ابويا، لو كان اخويا. توطني والله يا عم. بجد يا سيدي، حقيقه ما فيهاش هزار. يا بلدي يا حتة مني، عمري ما بصيت لغيرك، بشتقلك غصب عني، أصلي تربيت في خيرك.